السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في تغطية خاصة تأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. بسبب الأوضاع الأمنية وما يحدث من خروقات، نحن أمام إشكالية، إشكالية الكلام عن الأمن إذا تزامن مع كسر الصمت الانتخابي وموعد قرب الانتخابات. لذلك سنسلط الضوء هذا اليوم على هذا الموضوع مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد الحياني. مرحبا بك. أهلا بك سيدي. دكتور محمد، من مصلحة من أن يزعزع الأمن ونحن على مشارف الانتخابات في المحافظات المنكوبة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك سأل أنس ولي كل مشاهدي قناة سامراء الكرام. أنا أعتقد هذا الموضوع يعني يرتبط بقضية الفوضى الخلاقة. المستفيد الأول من هذه الفوضى التي تحدث بين الحين والآخر وفي مناطق محددة بعينها هي الأحزاب السياسية اللي حقيقة أثبتت فشلها في يعني الفترة الماضية من ما مضى من العمل السياسي في العراق، وأفقدت حاضنتها بالكامل وأفقدت يعني القدرة التمثيلية مالتها في مناطقها، وأصبحت يعني قضية الإثارات وثارت يعني الفوضى الخلاقة من خلال التفجيرات والإعلان عن تواجد داعش في هذه المناطق، استمرار قضية الاعتقالات العشوائية والسيطرات وما إلى ذلك، حتى لغرض يعني تحجيم المواطن العراقي من الذهاب إلى مراكز الاقتراع. أولا يعني تحديد عدد الأشخاص اللي يذهبون إلى مناطق الاقتراع خاصة في المناطق المنكوبة لكي يتمكنوا من يعني الحصول على أصوات على حساب غيرهم من أبناء المنطقة أو اللي يمتلكون قدرة تمثيلية جيدة في هذه المناطق. هذا بالتواطؤ، هذا المستفيد الأول بالتواطؤ لو بترك الوضع سائد. أستاذ أنس، يعني أكو قضية مهمة جدا لازم يفهمها الناخب العراقي، هي قضية الفوضى الخلاقة. الناس اللي أثبتوا فشلهم بالعراق لا يمكن أن تمرر مشاريعهم الطائفية والمشاريع السياسية التي تؤذي حقيقة أبناء هذه المناطق وتؤذي البلد بشكل عام إلا عن طريق الفوضى الخلاقة. ولذلك يعني كل ما تحدث أزمة معينة في العراق حقيقة أنت لا تنظر إلى الأزمة كيف حصلت وماذا سينتج عنها، بل قول ما هي المشاريع التي ستمرر من خلال هذه الأزمة. هذا ما يحصل في العراق، لأن أغلب السياسيين الموجودين في عندنا بالعراق مع الأسف يعني بعد عام 2003 يستخدمون قضية الفوضى الخلاقة وإثارة الفتن وإثارة يعني النعرات الطائفية لغرض تمرير مشاريعهم. المشروع الانتخابي المقبل لسياسيين فاشلين بامتياز أثبتوا فشلهم، كيف يمكن أن يمرر؟ كيف يمكن أن يحصلوا على أصوات؟ وإذا ما حصلوا على أصوات كيف يمكن لهم أن يحددوا يعني منافسيهم في هذه المناطق إلا من خلال هذه الأفعال، إقامة التفجيرات والإعلان عن تواجد داعش في هذه المناطق، الاستمرار بيعني القوانين الإقصائية والتهميشية اللي يتم من خلالها اعتقال عدد كبير من هذه المناطق أو تهديد القسم الآخر. ونلاحظ أنه هناك نسبة كبيرة من الناس اللي نزحوا من هذه المناطق لحد الآن لم يعودوا لها بسبب هذه الإجراءات الفوضوية حقيقة. ما يعني أكو فقرة مهمة، أنه السيد العبادي قبل الانتخابات أوعد نفسه يعني بيعني مجمل أو عدة إجراءات لغرض إجراء انتخابات نزيهة في العراق، يجب أن يعني يتم يعني عدم مشاركة الحشد الشعبي في هذه المناطق، أقصد يعني حصر السلاح بيد الدولة، توفير بيئة آمنة للناخب العراقي، إعادة النازحين إلى مناطقهم. حقيقة هذه الأمور اللي السيد العبادي أوعد العراقيين بها لم تحصل، يعني لم تحصل. أكو مشكلة كبيرة في الوعود اللي يعني يوعدون بها العراقيين ويتعذر الإيفاء بها حقيقة في يعني مستقبل. إحنا نتوقع أن مشكلة كبيرة أن يعني تستمر لا سامح الله هذه الخروقات الأمنية خاصة بهاي المناطق. قبل كم يوم في ديالى اغتيال قاضي، قبل تقريبا يعني ايام قليله مجزره مو نكبه في ازديره، والبارحه بالاسحاقي في يعني تعرض واستشهاد اثنين وجرح سته. هاي مصيبه. استاذ انس، شوف يعني من اهم الفقرات المهمه الاخرى حقيقه والمهمه في انتخابات العراق، في كل دول العالم عندما تحصل انتخابات معينة يعني تجري المنافسة الشريفة على أساس البرنامج الانتخابي. نعم. وعلى أساس كاريزما الشخصية، يعني من خلال الكفاءة المهنية، الكفاءة الثقافية، الكفاءة العلمية. إلا في العراق مع الأسف المنافسة لن تكون شريفة. يبدأ التسقيط السياسي من أول يوم، في أول يوم إعلان
يعني الحملات الانتخابيه قتل قاضي في ادياله. نعم. ناهيك عن عمليات يعني ظهور صور يعني تشهيريه لشخصيات معينه، حتى افلام يعني راينا مثلا احد السياسيين في صوره يعني في حوار او جلسه مع مسؤول اسرائيلي. نعم. والعلم الاسرائيلي لاحد الاحزاب، يعني من دون ذكر اسماء حقيقه ولا احزاب حتى لا نسوي يعني حمله اعلاميه لشخص معين. نعم. وغيره. زائدا ظهور يعني افلام غير اخلاقيه ل يعني مرشحات، هذا كله عمليه تسقيط سياسي. مع الاسف قسم من السياسيين ضمن برنامجه الانتخابي عمليه تسقيط الاخر من خلال التشهير به وتسقيطه سياسيا. هذه حقيقه العمليات اللي اخلاقيه تثبت وبكل وضوح الفشل السياسي لهؤلاء السياسيين اللي يستخدمون عمليه التسقيط السياسي في هذه المناطق، حصرا المناطق المنكوبة اللي تم تحريرها من داعش. ولذلك ما هذه يعني الأفعال الأمنية أو الإجراءات الأمنية أو النكبات الأمنية نسميها اللي تحصل في هذه المناطق إلا يعني تسوق في هذا الاتجاه؟ يعني هو الانتخابات هو المشروع السلمي الكبير اللي العراقيين كلهم ينتظروه كل 4 سنوات في سبيل أن يغيرون من حالهم ويواجه مثل هيك تحديات. يعني المفروض احنا فرغنا من التحدي الأمني. استاذ انس، انا ما اعتقد الصندوق الانتخابي بالعراق يمثل يعني الديمقراطيه بالبلد ابدا. الديمقراطيه منهج حياه متكامل. نعم. اذا اردت ان تجعل من الديمقراطيه حقيقيه عليك ان توفر عوامل نجاح الانتخابات. نعم. اوعدت نفسك بتوفير عوامل نجاح الانتخابات لكنك لم تفي. النازحين لم يعودوا الى مناطقهم. عدم توفر بيئه امنه للناخب العراقي، ودليل ما يحصل في الاسحاقي وما يحصل في سديره وما يحصل في مناطق اخرى في دياله وغيرها. هاي الخروقات الامنيه الكبيره حقيقه تحدد الناخب العراقي من أكو يعني حتى عمليات خطف ممنهج، اكو حتى عمليات اغتيال، يعني شبه اللي مسكوت عنها في بعض المناطق. هذه حقيقه تدخل ضمن قضيه الفوضى الخلاقه اللي حكيت لك عنها. نعم. وتسقط ايضا او يعني تدخل ايضا في عمليه التسقيط السياسي في هذه المناطق لغرض تحديد حركه الناخب العراقي وبالتالي تحديد منافسيهم في هذه المناطق من الذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم. ولذلك حقيقه اذا ما اردنا التغيير يعني يجب ان يكون نداء لكل العراقيين وخاصه في هذه المناطق ان يهبوا هبه رجل واحد الى صناديق الاقتراع ويدلوا باصواتهم لغرض تغيير هؤلاء الناس الفاسدين اللي حقيقة عاثوا بالأرض الفساد في العراق يعني مع الأسف. طيب احنا حقيقة يعني نذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم يعني الاتصال على الهواتف التي ستظهر على الشاشة للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا هواجسنا العامة هي عن الأمن والانتخابات، وطبعا هنالك موانع أيضا، موانع نقدر نقول عنها مرتبطة ب الشأن الأمني، موانع عودة النازحين. اليوم النازحين ماذا يرجعون أيضا لأسباب أمنية، قسم من المناطق ماذا ترجع بسبب الخوف. هذا الموضوع يعني طالما تكلمنا عنه كثيرا وقلنا يعني من أحد أهم يعني العوامل الرئيسية اللي تضمن نجاح الانتخابات بالعراق. نعم. توفر البيئة الآمنة من جهة وعودة النازحين إلى مناطقهم من جهة أخرى. نعم. يعني خاصة في المناطق اللي تم تحريرها من داعش والآن مؤهلة لإعادة أهلها، لكن حقيقة يعني في هذه المناطق لا تزال المخاوف كبيرة من عمليات يعني مع الأسف خطف وقتل واعتقالات وأيضا بعملية تخوف لوجود داعش في هذه المناطق، ومثل ما حصل يعني قبل يومين في الإسحاقي، يعني هناك تعرض على قطاعاتنا. نعم. الأمنية في هذه المناطق. نعم. ويعني أعطينا خسائر من قواتنا الأمنية في هذه المناطق. طبعا هذا الخرق بالإسحاقي دائما يتكرر على القوات الأمنية، وحقيقة لا تنكر يعني جهود القوات الأمنية، لا ينكر أيضا جهود سرايا السلام يعني بهذا الموضوع. عموما أني أريد أخذ يعني أول اتصال وناخذ عبد الله، الشيخ عبد الله اسماعيل العياش. نعم طبعا. حياك الله اخي الشيخ عبد الله اسماعيل العياش، طبعا احسن الله عزائك وغفر لميتك. مشاهدينا الكرام معانا الان هذا، نعم، هذا الرجل المضحي يعني اعطى 8 شهداء من عائلته في المجزره اللي حدثت في ازديره. شيخ عبد الله، يعني من تحملون مسؤولية ما حدث لكم، مسؤولية هذه النكبة الكبيرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تتحمل الحكومة المركزية والمحلية مسؤولية الخط الأمني. نعم. الساحل الأيسر للشرقاط تحرر يوم 22/9. نعم. ما زار مسؤول إلى أن بدأت الانتخابات وصارت هذا الحادث اللي صار، يلا وصلنا مسؤول.
حدود الساحل الايسر حدود ساحل مفتوحه مع الحويجه ومفتوحه مع مخمور. غطاء امني وقوات امنيه كافيه غير متوفره. الساحل الايسر ب 100 شرطي و 100 حشد رسمي والباقي حشد عشائري 100 واحد يستلم رواتب من عندنا. نعم. أنا نادي الحكومة المركزية والمحلية تعزيز الأمن في الساحل الأيسر، وإلا هذا الخرق الأمني لن ينتهي أبداً، ونزيف الدم اللي حصل يوم 12/4 راح يستمر وبأشكال مضاعفة. نعم. الإعلان الحكومي واضح، جهد استخباري مقطوع، إجراءات أمنية ضعيفة، إحنا يوم من حصل الكارثة يوم 12/4 سبقها اطلاق نار، جبل مكسور ساقط تماما بين داعش واصحاب داعش الصور جنب جبل مكسور بالضفه اليمنى للشرقاء. والمسافه بيننا وبينهم ما تتجاوز 75 متر، وسبقنا معهم قبل الحادث بثلاثه ايام، وانطينا اربع جرحى وما شفنا احد. وفي اليوم التالي اطلقوا النار على القريه واشعلوا النيران. واندفعت الشباب بعواطفها وشجاعتها. عن يا تحرير نتكلم اذا شيخ اذا شيخ احنا عن يا تحرير نتكلم. الله يحفظك اسمح لي. نعم اسمح لي. وبالتالي من ذهبنا لدفنهم وتشييعهم يفجرون المقبره ويروح ضحيتها 22 شهيد بدم بارد يموتون هكذا، الجهد الاستخباري ضعيف والتولي الحكومي معدوم. وإهمال من الحكومة المركزية والمحلية. نعم. نعم أنا أريد أسأل حضرتك أنت شخصيا، يعني من فقدت من بين هؤلاء الشهداء رحمهم الله؟ الله يحفظك. أنا فقدت أولادي ثلاثة وأخواني ثلاثة وابن أخي. أنا فقدت سبع شهداء وفي معارك معركة تأمين الشرقاط فقدت ابن أخي وابن استشهد. احنا عائله العياش في هذا المقر احنا دفعنا 8 شهداء الله يحفظك. الله يكون بعونك. وكل اهل القرايب بالقريه احنا دفعنا 25 شهيد، يعني هذا من بيت سبعه و15 من قرايبي تعامل من عمومك. نعم. أنا أشكرك جدا، أحسن الله عزاءكم وغفر الله لكم. حياك الله حياك الله. أنا أشكرك جدا شيخ عبد الله، يعني يفتح تحقيق على مستوى عالي والتحقيق يكون من بغداد ومن مقر الوزارة على ملابسات الحادث وأسبابه والإهمال والتردي وفي كل تفاصيله، وإلا لن يتم كشف هؤلاء. والمعضلة الأساسية أن يتحرك جبل مكحول، جبل مكحول من جنوب الشرقاط إلى مفرق الدنيا. نعم. ما في قطاعات وداعش الصهيوني والتسلل وتنفذ عمليات البجة، وراح يبقى هذا نزيف الدم إلى ما يتحرر جبل مكحول. نعم. وأنا أشكر أكثر أني أشكرك أني أشكرك جدا أشكرك جدا الشيخ عبد الله إسماعيل العياش. يعني بس هل يعلق على هذا الموضوع استاذ انس؟ استاذ انس هذا الموضوع حقيقه شوف يتعلق الله يعينك يتعلق ب يعني قضيتين اساسيه مهمه، يعني عمليه تحرير هذه المناطق من داعش حقيقه لا يمكن ان تتم يعني بالاله العسكريه فحسب، داعش يحمل فكر، وبالتالي عمليه القضاء على هذا الفكر يحتاج الى قوانين وانظمه وقرارات، قسم منها يشرع في البرلمان وقسم منها يتخذ من الحكومه. نعم. بغرض جعل المواطن العراقي يشعر بانه مواطن من الدرجه الاولى، يحظى بحقوق وواجبات متساويه في هذه المناطق، وهذا حقيقة لم يحصل أبدا لم يحصل في هذه الجانب. في هذه المناطق المواطن يكون شهيدا من الدرجة الأولى فقط. عندنا تقرير النكبة وراجعين بعدها إن شاء الله سادتي المشاهدين. هي التي حصلت في مدينة الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، فكيف يمكن أن نصف ما حصل في قرية زديرة في الساحل الأيسر منها وهي تودع العشرات من أبنائها؟ قصة الخرق الأمني وبحسب الروايات تبدأ من سلسلة جبال الخانوق الممتدة جنوبا، حين تسلل عناصر من داعش عبر النهر إلى القرية وزرعوا عبوتين ناسفتين، ثم هاجموا إحدى نقاط المرابطة العائدة للحشد العشائري هناك، الحشد الذي يفتقر للدعم الحكومي المنشود. سقط ثلاثة منهم وانفجرت عبوات داعش خلال تشييعهم لتودي بحياة العشرات من المشيعين. هذا الحادث أسبابه قلة تواجد الحكومة في هذه المنطقة. الحكومة معتمدة على العشائر وتارك الساحل مستباح لكل من هب ودب. وهذا الحادث الرابع خلال شهر أو شهرين احنا نتعرض له دون أي حركة من الحكومة.
تجفيف المنابع والقضاء على التنظيم الذي يخبو ثم يظهر يحتاج وبحسب أهالي الضحايا إلى جهود حكومية ودعم جوي، فالمنطقة التي ينطلق منها داعش لا يمكن للحشد العشائري ملاحقتهم دون إسناد حكومي. لأن ما بيعتنا بس شط العرض ماله 200 متر فقط بيننا وبين الدواعش، وهذه المنطقة غير محررة تحتاج خطة أمنية، وإحنا مستعدين أن نروح بس ينطونا سلاحنا ويعطونا غطاء جوي ونحرر هذا المنطقة. هذا الرجل ودع ابنه الوحيد، وهذا آخر ودع أولاده جميعا، ولا يطالبون إلا بدعمهم بالسلاح والطيران، وهم من سيتكفل بتطهير سلسلة الجبال التي آلمتهم كثيرا إن لم تكن الحكومة قادرة على ذلك. ندفن وانفجرت عبوة بالمقبرة، جيش ماكو، عندنا مديرية شرطة أصلا تعدادها ما كامل، بها نقص وما تقدر للقاطع كله، وجبل مكحول متروس دواعش بعد ما تحرر. يعني ما أتحدى واحد هسا يصعد للجبل، وأنا ابن الوحيد فقدته والحمد لله والشكر. انفجرت العبوة وقتلت 23 شهيد، من ال 23 شهيد 3 أولادي و3 أخوتي والسابع ابن أخي، وأخي اللي استشهد ابنه السابع استشهد ابنه أيضا قبل سنة في معارك بيجي. أنا أعزي هذا كله أنه المنطقة مهملة والدولة غير حاسة بيها وما عندها أي دعم حقيقي للمنطقة. الحشد عشائري احنا نجمع له من رواتب من الأيتا ومن الأرامل، نجمع حتى نسوي له راتب بشار 50,000 ويموت ويستشهد، ولا حد يفضل له، ولا حد يشهد على تقربت الانتخابات. من تقربت الانتخابات صرنا عزاز وغالين. هذه القائمة تضم أسماء الشهداء، 5 منهم من بيت واحد، وسرادق العزاء هنا نصبت بالعشرات، ويبدو أنها لن ترفع ما لم يعلن رسميا عن عملية هدفها الشرقاط هذه المرة لا غير. لقناة سامراء، مصطفى السلمان. بثقتكم أعتز وبدعمكم سننجز. ائتلاف النصر، عمار يوسف حمود. مرحلة الإعمار تبدأ بالأساسيات وتنتهي بتطوير الشباب وتعليم الأطفال. عملنا اليوم لا يقوم على قطب سياسي واحد. نحن اليوم ولله الحمد نمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدبلوماسية مع أحزاب سياسية ومنظمات فاعلة خارجيا وداخليا، أحزاب تعمل بوضوح الشمس ولديها برامج تنموية وفق نماذج متطورة، كما وإننا نعمل في ائتلاف النصر على جذب الفرص الاستثمارية. فقطاع الكهرباء يجب أن يعمر وفق أدوات وأجهزة حديثة تنسجم الحاجة الفعلية للمواطن، كذلك استصلاح الأراضي يجب أن يتم بالصورة العلمية المتقدمة وبمساعدة المنظمات العالمية لإيقاف التصحر. ائتلاف النصر، عمار يوسف حمود. بالصدق نعد وبالوفاء نعاهد. ائتلاف النصر، عمار يوسف حمود. من جديد حياكم الله سادتي المشاهدين. دكتور محمد، يمكن شفنا التقرير قبل قليل كان يتكلم عن المجزرة وجسدها فعلا، يعني شهادة أحد ذوي هؤلاء الشهداء. الآن نأخذ رأي الأستاذ وسمي الصحن، عضو مجلس محافظة صلاح الدين وابن الشرقاط وابن هاي المنطقة المنكوبة. مرحبا بك أستاذ وسمي. أستاذ وسمي أنت معانا، حياك الله. نعم أستاذ وسمي، يعني أول شيء رأيك بهاي الجريمة النكراء، وإلمن تحملون مسؤولية ما حصل في زديرة؟ تفضل.
مال سامراء، هو هذا الجريمة اللي حدث، يمكن عندك تفاصيل على الجريمة. نعم. لو بعد العشاء صار تعرض على منطقة الحاوي، يعني اللي بين الجبل والقدر. نعم. في حاوي جبل الجبل. فصار تعرض مثال التعرض انه من باب ابواب بالشارع اللي يؤدي للمزارع. نعم. من طلعت الناس على على العشاء ضربة وصلية من الصوب الثاني باتجاه النقاط الموجودة على على يعني جنب زيرة تبلة. نعم. من نزلت الناس باتجاه معالجة هذا الرمي أبوات تضح أنه مسافة بعيدة، تضح أنه مزروع أبوات على الطريق، فقط الأبوات على المواطنين والحشد العشاء اللي نزل، فاستشهدوا ثلاثة أربعة وانجرحوا خمسة. نعم. هذا الحكي صار بالليل، والخمسة جرحى نقلناهم للمواطن الأربيل ومجموعة من طرف البغداد، يعني سكرية البغداد. نعم. الشهداء ثاني يوم لما اتخذوا إجراءات وتوهم عبد العدلي سكرية عاد الإجراءات الرسمية، من رجعنا تجمعنا بعد الظهر صلينا عليهم بالمغبرة. نعم. كملنا الصلاة، حملنا جثمانهم حتى نحطهم بال يعني بالقبور. أكو قلادة مع حجر. نعم. للقبور مرمية على أطرافه، فوصلنا عند الحجر، الناس عارف أنت النصيبة لي واقف فوق الحجر والناس تمشي ورا الجنايز الأربعة. نعم. وصلنا الحجر، انفجر الحجر على انتبه أنه جوا الحجر أكو عبو جيل مع هاون 120 مربوطات على موبايل. يعني معناها هذول الدواعش موجودين داخل الزديرة. نعم. ومبيتين اني على هذا الموضوع انه يسوون هذا العمل الارهابي داخل المقبرة. نعم. الداعش عندما خجود استخباري دكتور. نعم. يعني ايه. اشخر القرية والقطعات بالحاوي واكو تنفيذ شخص اخر يضرب بالمقبرة. نعم. يعني هذا تحليلنا. او من البرية شخص اخر بالحاوي. اللي قدر العفو فهو من ضمن الناس الموجودين. نعم. ماكو رؤية بعيدة يعني. بين وصلنا نفس المكان سقط على العفو. طيب أنا ما سمعت منك أستاذ وسمي، أستاذ وسمي وحضرتك شخصية مسؤولة، أنا ما سمعت منك منو تحمل مسؤولية هذا اللي صار كله؟ تحمل مسؤولية طبعا الأجهزة الأمنية. نعم. لأنه إحنا ما عندنا قطاعات، شرطة ما عندنا، جيش ما عندنا. نعم. نعم. فقط. نعم. عندنا شرطة القاطع 60 كيلو متر به 100 شرطة فقط. نعم. ما يقدر يأمن هذا المكان، قاطع كبير، البرية فيها داعش، يعني منطقة الخراش والجبل والحويجة اللي تصنع لنا بس النهار فيها داعش موجود. هذا يا تحرير. هذا يا تحرير، هذا يا تحرير، إذا ما عندكم تحرير بالشرقاط. نعم. ما عندكم تحرير بالشرقاط، الشرقاط مو محرر. الشرقاط مو محرر، لا، هي. كل يقول الشرقاط آمنة ومحررة أبدا مو صادق. نعم. أبدا، وطبعا هذه المسؤولية احنا ناشد بيها السيد قائد العمليات والسيد قائد الشرطة والسيد المحافظ والسيد رئيس الوزراء، بس هنا منطقة يحررها الناس رجعت على المناطق، بس الدولة ما قادرة أن تدخل الحماية. نعم. أنا أشكرك جدا أستاذ وسمي الصحن عضو مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا على انضمامك في هذه التغطية. والله يا دكتور محمد والله العظيم هذا ألم. تسمح صلاح الدين هذا النزيف المستمر، هاي الشرقاط الوادعة اللي يومية لازم خرق أمني، يومية حدودها يعني مخترقة بهاي الطريقة. يقول لك هسه تسمحهم يقول لك لا أنا ما عندي تحرير، أنا البيخري صار الجبال مكحول. تسمح لي أستاذ أنس، هذه حقيقة الصورة بليغة جدا ومؤثرة بنفس الوقت حقيقة، لأنه المشهد يعني كان يعني حقيقة مؤلم جدا. أنا ما أستغرب هذا الموضوع وتحدثت به سابقا. نعم. لأنه طبعا عدم استغراب الموضوع لم يأتي من فراغ، أنا أعتقد هناك ضعف كبير في يعني في الأجهزة الاستخباراتية في هذه المناطق، ومثل ما ذكرت لحضرتك يعني عملية تحرير هذه المناطق من داعش لا يمكن أن تكمن في الجهد العسكري على الأطلاق. نعم. بل يجب أن يعقبوا جهد استخباراتي آخر متميز، زائدا يجب أن يعقبوا خطة أمنية للمحافظة على الأمن في هذه المناطق بعد التحرير، وهذا حقيقة لم يحصل. القطعات الأمنية الموجودة في هذه المناطق قطعات هشة، والأمر متوقع أن يتكرر
يتكرر ايضا في الموصل وفي الانبار وفي صلاح الدين ايضا يتكرر في مناطق اخرى واضح يعني بشكل كبير، لانه القطاعات الامنيه في هذه المناطق حقيقه غير مؤهله بشكل دقيق لمسك هذه المناطق ويعني الاحتفاظ بها من داعش. ليش؟ لانه اغلب القطاعات الموجوده حقيقه تدريبها ضعيف، يعني ادائها غير متميز، القاده الميدانيين حقيقه يفتقرون للخبره الميدانيه. نعم يعني هم حقيقه اعطوا ترقيات، بس احنا عيب لحد الان عفوا دكتور نسمع بمناطق يسموها اراضي حرام. يا بي شنو هاي الاراضي الحرام؟ يقول لك هاي المناطق لا خضع سيطره القوات الامنيه ولا يعني عندها فكره عن شكل التحركات اللي ممكن يتحرك بها اي شخص. السؤال. مناطق للتهريب، طرق نيسميه قديمه، بالتالي يقدر يستغلها داعش. السؤال لماذا لا تندفع القوات الامنيه الموجوده في هذه المناطق وتحرر هذه المناطق اللي ذكر اطلقت عليها حضرتك ارض حرام؟ نعم. لو كانت القوات الامنيه تمتلك القدره يعني القتاليه والاستخباراتيه على يعني تحرير هذه المناطق ويعني المحافظه على امنها، لماذا لا تفعل؟ اذا هناك خلل كبير في التدريب، في الاداء، في التجهيز، في التسليح وفي القياده والسيطره. هذا الموضوع تحدثنا به حقيقه مرارا، وقلنا القطاعات الامنيه بحاجه الى يعني تدريب جيد، بحاجه الى عمليات تجهيز ويعني جيده، بحاجه الى تقديم يعني دعم اسناد لوجستي اقصد اداري خاصه في المناطق الصحراويه. داعش تم يعني تحرير المناطق فقط المدن. نعم. وتم داعش للمناطق الصحراوية البعيدة المترامية الأطراف، وبالتالي حقيقة هاي المناطق بحاجة إلى قطاعات أمنية مدربة على القتال في المناطق الصحراوية، وتحتاج إلى دعم لوجستي يعني بسبب طول خطوط المواصلات في هذه المناطق، والقطاعات الموجودة حاليا حقيقة غير مؤهلة لهذا الموضوع. وبالتالي يعني لماذا قائد العمليات مثلا الأخ المواطن يعني ناشد قائد العمليات لماذا لا يتخذ إجراء؟ يعني يا ترى قائد العمليات بهذا المنصب وبهذه الرتبة ألا يعلم؟ هذا واجب. يجب ألا هذا يعلم واجب أن تتخذ خطة أمنية بعد التحرير لغرض مسك هذه المناطق والمحافظة على أمنها؟ أنا متأكد يعلم هو، لكن على ما يبدو غير قادر. ليش غير قادر؟ لربما الاتجاه يعني الإجابة تكون في اتجاه سياسي وفي اتجاه أمني. المشكلة آخر. اليوم يعني حتى على يعني على مستوى المسؤولين ضمن محافظة صلاح الدين، خلنا نأخذها كمثال، يقول لك أنا اليوم أسعى إلى إعادة النازحين وغيرها وغيرها، وما نشوف إعادة للنازحين وحتى النازحين اللي يعودوا يعيشون هاي الأشياء اللي تصير، يعيشون هذا في المرعب اللي مسيطر عليهم ما زال، خاصة المناطق الحدودية من صلاح الدين اللي يعني استاذ أنس المحافظات. استاذ أنس شوف يعني حتى التوقيت الآن حقيقة عليه علامات استفهام كثيرة، يعني التوقيت في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت بالذات والانتخابات قريبة جدا، أيضا هذا الموضوع يعني عليه مؤشر كبير جدا، لماذا تحصل هذه الخروقات الأمنية في هذا التوقيت بالضبط وفي هذه المناطق حصرا؟ لماذا لا يتم مسك هذه المناطق بصورة جيدة لغرض إجراء انتخابات من خلال توفر بيئة آمنة؟ ألم يعد السيد العبادي بتوفير بيئة آمنة في المناطق المنكوبة؟ لكن حقيقة كيف يمكن أن تكون بيئة آمنة وهذه الفعاليات اللي نراها هذا اليوم؟ هذا طبعا حقيقة يعني موضوع حساس ومهم جدا وخطر جدا، يدخل في إطار آخر وعميق أنا ما أدخل فيه حقيقة، لا يعني نتهم بالطائفية أو غيرها. لماذا لا يتم الاهتمام بهذه المناطق كما يتم الاهتمام بمناطق أخرى؟ ألم نكونوا عراقيين؟ ألم يكونوا أبناء هذا البلد؟ ألم يخضعوا لنفس القيادة العامة للقوات المسلحة ويخضعوا لنفس الحكومة؟ لماذا عدم الاهتمام بهذا المستوى؟ يعني حقيقة كانت رسالة يعني المواطن يعني الشرقاط اليوم رسالة المواطن. نعم الشرقاط لقوا اليوم مؤهلات العودة، بس جنوبي صلاح الدين مثلا ماكو أي مؤهلات العودة. تعال حاشيني عن يثرب، حاشيني عن عزيز بلد، حاشيني عن القرى المجاورة لهذه المناطق، حاشيني عن الإجراءات بخصوص يعني التغييرات الإدارية، تحويل بعض النواحي. يعني استحدثت ناحية ليش رجعها قرية؟ بالمقابل اليوم نسمع أنه أكو تحديث يعني نواحي وممكن يحولوها إلى أقضية في جنوب صلاح الدين. حتى الإرادة السياسية هنا لا يستغل بها عقل وذهنية الناخب للأسف. يعني هو حقيقة نشوف نظرة المواطن الاعتيادي في هذه المناطق تختلف عن نظرة السياسي. المواطن الاعتيادي لم يرى أي تطور في هذه المناطق، لم يرى تقديم خدمات، لم يرى الوعود التي أوعدوا بها السياسيين في يعني في المراحل الانتخابية السابقة أن ترى النور على أرض الواقع، لم يروا شيئا، وبالتالي هناك فقدان للثقة بالكامل. هناك فقدان للثقة. لماذا لم يعود النازحين إلى مناطقهم لحد هذا اليوم؟ ألم يعد السيد العبادي بذلك؟ ألم يعد بتوفير بيئة آمنة؟ لماذا يعني لا يتم الإفاء بهذه الوعود؟ لماذا الإصرار على إقامة الانتخابات بهذا التوقيت حصرا وهناك شريحة واسعة من العراقيين ومن السياسيين طالبوا الحكومة بضرورة تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة لعدم جاهزية هذه المناطق للانتخابات؟ هاي العدم
جاهزية. لماذا الحكومة لم تتخذ الإجراءات؟ هاي عدم جاهزية دكتور، هاي كلها موانع، موانع من اللي حطها ما نعرف. خلنا نسأل أبو علي ويانا، ينضم الأخ أبو علي من عزيز بلد. أبو علي تسمعني؟ إذا تسمعني الأخ أبو علي من عزيز بلد؟ نعم، يبدو فقدنا الاتصال. نقول لك ارجع اتصل بينا أبو علي. يعني هاي مثلا هاي الـ 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 النكبة اللي عاشتها عزيز بلد، مثلا عزيز بلد 98% نسبة الخراب والدمار، اجتماعات عشائر، نسمع أيضا عن مساومات أحيانا على هاي المناطق، يعني على موضوع إعادتهم يوميا يقولون باكر نرجعهم، عقب باكر نرجعهم. وحتى إذا نريد نتكلم عن نسب عودة، فما نتكلم عن أكثر من 30 أو 40 عائلة بالزايد، وبعدين تنزل إداريا وتتحول إلى قرية، وهي يعني خلينا نقول وجابها بالعربي وجابها. هذا واضح عملية تغيير ديموغرافي، يعني المراد أن يعني تكون في هذه المناطق. لكن موضوع مهم أريد أشير إليه، يعني نعم. رسالة المواطن عبد الله اللي ظهر على الإعلام حقيقة كانت مؤثرة، وأتمنى أن السادة المسؤولين يسمعوها لما يقول يعني ماكو أحد من الحكومة يعير أهمية أنه، والآن أجت الانتخابات وأصبحنا عزيزين، القضية مؤثرة جدا. لماذا هذا مواطن عراقي، المواطن العراقي قيمة عليا، لماذا يتم إهماله بهذه الطريقة؟ خلنا نسمع صوت أبو علي دكتور. لماذا يتم إهماله بهذه الطريقة؟ إحنا شباب البلية ما يضحك. أبو علي انضم معنا من جديد من عزيز بلد، مرحبا بك أخي الكريم. الأخ أبو علي من عزيز بلد تفضل، أنت على الهواء. ألو وياك. ألو وياك، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. حياكم الله، بارك الله فيك. الله يسلمك، رحم الله والديك. أنا يعني أحد المواطنين من عزيز بلد. نعم. أنا الناحية أنا بيدي سلمت الأوراق مالتها، وأكمل 14 ناحية من عزيز بلد، الوحيدة هي الرسمية أكثر. نعم. الوحيد اللي هي بتاعي بها موافقات ويستلموا مواتب الأعضاء اللي بناحية عزيز بلد. إيش معنى 14 ناحية؟ الوحيدة الناحية من عزيز بلد اللي هي النغيل، ويستخدمون بعدها ناحية الحرجانية والحاقي ويسرد. ليه؟ شنو الغاية من الموضوع أبو علي إذا أمكن؟ يعني أنت برأيك شنو الغاية من الموضوع؟ ليش؟ يعني التغيير توقف فيها. نعم. ما تقبل أي طلب. طمع فيها طمع. نعم. طمع فيها المنطقة. ليش عم تسمعنا الـ14 ناحية كلها تحت كلام ويقولوا لي تخفيضات ماكو؟ ليش أن واحد أو وراها ثلاثة بالتحدث والناحية عزيز بلد تلغي؟ نعم. أنا أشكر 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 اتصالك. نعم. لكن رئاسة الوزراء هذا الموضوع، من رئيس البرلمان هذا الموضوع، والمجلس المحافظة ما أعرف شنو السبب، ما أعرف ليش هذا التغيير، ما أدري. أشكرك أشكرك أخي الكريم، أشكرك أشكرك أبو علي يعني على اتصالك. توافق الرأي بينك وبين المتصل من عزيز بلد؟ نعم نعم. يعني ما اعرف المخرج عبد الرحمن، عفوا ناخذ ابو ياسر. ابو ياسر اخي الكريم انت على الهواء، تفضل. ابو ياسر السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله اخي الكريم. السلام عليكم عيوني. حياك الله اخي الكريم، بس اوقف لي بعيد عن التلفزيون. نعم. أنا لا حد يدخلنا وإحنا بجيال عائلة، ولا حد حالنا ولا حد يقعد علينا، وحتى المرض تتمنى والجرذاب تتمنى وزير من الله ومنك توصل فاطمة للمحافظة وغير المحافظة. محافظة أي محافظة؟ بس لحظة لحظة بس لحظة بس بس لحظة أبو ياسر، أبو ياسر ديالة حضرتك مني ديالة. نعم أنا بدي على ما أقدر 200 عائلة لها تأكل دولة. وين بالضبط؟ وين قاعدين هسه 200 عائلة؟ غالب من السعد، غالب من السعد. إحنا بالنسبة لا حد يتحل علينا، لا تحيينات، لا مرات، لا سكتي، لا رفوف، لا عدد. يعني نفس محافظة كذا خلي يسوون لنا مخيم وعوي جمعنا بيسعر لخير محافظة. نعم نعم، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة أخوي أبو ياسر. أنا أشكرك جدا على اتصالك. طبعا يدي على الكلام عنها كلام،
طويل حقيقة ومؤلم كثير بنفس الوقت. كثير مؤلم بنفس الوقت. يعني أستاذ أنس أكو يعني موضوع مهم يعني حقيقة تم الإشارة إلى من قبل الأخوة المتصلين إنه عملية التهجير الواسعة حقيقة بالرغم من المنادات الكثيرة بعودة النازحين إلى مناطقهم لكن حقيقة كلها يعني أصابها الفشل مع الأسف. يعني أغلب النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم والأدهى من هذا إنه مناطق كانت مأهولة بالسكان على شكل قضاء تم يعني تحجيمها إلى ناحية وهذا حقيقة واضح يعني عملية تغيير ديموغرافي واضح بهذه المناطق يعني ناهيك عن يعني عملية التكريس الطائفية في هذه المناطق حقيقة مما يجعل المواطن يفقد الثقة بالكامل من الأداء الحكومي في هذه المناطق. المؤلم حقيقة لماذا لم يتم إحالة المسؤولين في هذه المناطق إلى المحاكم الذي يعقون عملية عودة النازحين إلى مناطقهم مثلا اللي مثلا يكرسون الطائفية والنهج الطائفي في هذه المناطق ومثلا بدنا نشوف حاليا مع الأسف مع يعني هاي الحملات الانتخابية الكثيرة يعني هناك الحقيقة تفشي للخطاب الطائفي اللي من شأنه أن يمزق يعني أوصال المجتمع العراقي من جوا وفي خاصة في هذه المناطق خاصة بالمناطق المختلطة هاي يعني خاصة في يثرب الحقيقة اللي بعد ما تتحمل مناطق بعد ما تتحمل اليوم احنا من نقول انتصرنا على داعش انتصرنا كنا لا نظل نحدد الانتصارات والله فلان فئه فلان جهه فلان شخص لا الموضوع ب انتصار للعراقيين جميعا مو لشخص واحد ولا لجهه واحده بتأكيد. وبالتالي احنا اليوم خل نتجاوز مرحله الـ يعني الشعور الطائفي هذا اللي للاسف الشديد يعني اصبح نهج من 2003 لحد الان وكملت عليه 2006 بعد هاي الحرب الضروس اللي عشناها اكل العراقيون بعضهم البعض يعني لازم نعترف انه صار هذا الشرخ بس لازم نكون اقوى من هذا الشرخ ولازم نقدم بالجديد نموذج عراقي حقيقي وهذا اللي نأمله إن شاء الله بالتغيير عبر صناديق الاقتراع ويعني وإلا شو تقول دكتور أني أقول لك أني كل هذا طبعا هذه أمنية كل عراقي حقيقة أن يتم سحق الطائفية بالكامل أن يتم القضاء على الفساد ويتم القضاء على الإرهاب ويتم القضاء على الطائفية بالكامل وهذا الموضوع حقيقة أصبح حلم يراود كل عراقي لكن كيف حقيقة يتحقق هذا الحلم في ظل سياسيين الصدفة مع الأسف اللي إجوا بعد عام 2003 ولحد الآن النصر اللي تحقق على داعش يا أستاذ أنس هو نصر لكل العراقيين نعم وبدماء أبنائنا اتحررت هذه المناطق هذا يفخر به يعني ابن الجنوب وابن الشمال وابن الوسط كل العراقيين على قدم المساواة كلهم أنطوا حيات ويشار لها بالبنان حقيقة ولكن هناك مباصر ضعف كبيرة بالعملية السياسية هي اللي سببت وجود داعش هي اللي سببت بهاي الدماء اللي نزفت اللي هم حقيقة السياسيين اللي انتهجوا النهج الطائفية والمحاصصة الطائفية واللي تعلقوا أو تمسكوا بالفساد المالي والإداري اللي نخر مؤسسات الدولة زائدا اللي جعلوا من العراق يعني مباح للتدخل الخارجي للأسف. مع الأسف لكل من هب ودب لماذا يعني ما يعني يعي العراقيين حجم الجريمة الكبيرة اللي تحاق ضدهم في هذه المرحلة ويذهبوا إلى صناديق الاقتراع ويقتلعوا هؤلاء السياسيين من جذورهم هذا هو واجب وطني هذا وتاريخي هذا اللي كنا كعراقيين نتمنى كنا كعراقيين اليوم عيننا على صناديق الاقتراع أنه يجي هذا اليوم وأن يعني إن شاء الله. يقتلع الفاسدون ومن جذورهم لأنهم لم يكرسوا سوى الطائفية سوى الفقر سوى الجهل سوى هذا الحال الأسود اللي نعيشه إلى يومنا هذا مناطقنا تنزف ولا من مجيب ويقول لك صرنا بالأخير يعني نقتبس من كلام يعني أحد يعني ذوي الضحايا لما قال إحنا هسه قاموا يلا يتذكرون السادة صرنا عزيزين وقاموا يذكرونا. أنا أشكرك جدا في ختام هذه التغطية الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد الحياني شكرا جزيلا على وجودك الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن ويا رب الأمن والأمان يعني على عراقنا بصورة عامة وعلى محافظة صلاح الدين بصورة خاصة والله تعبت هاي المحافظة لكن هذا كله بذمة السادة المسؤولين الحاليين الموجودين في صلاح الدين لأنهم لم يفعلوا شيئا تجاه أهلهم طيلة هذه الفترة الماضية وهذا الكلام مو كلام تسقيط القبور في إزديرة قبور الشهداء هي أكبر شاهد على ما حصل وما حصل أيضا أمس في الإسحاقي كان دليل آخر على فشل من نوع معين تجاه التحدي الأمني اللي تعيشه حدود محافظة صلاح الدين حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.